رسالة من رئيس دولة إسرائيل للملك محمد السادس. توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس دولة إسرائيل السيد إسحاق هيرتسوغ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وأعرب الرئيس الإسرائيلي في هذه البرقية باسم دولة إسرائيل عن أطيب تمنياته لجلالة الملك وللأسرة الملكية ولجميع أفراد الشعب المغربي بمناسبة هذا الشهر المبارك. ودعا السيد هيرتسوغ بمناسبة بداية هذا الشهر الكريم، شهر الصلاة والاحتفال والكرم، إلى الالتزام بتعزيز علاقاتنا وترسيخ صداقاتنا وتوحيد جهودنا من أجل عالم أفضل لأبناء البشرية جمعاء.